السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن حبكم جميعا في الله. هنفتح دلوقتي على الجوز اللي هو كان مليس، وإن دي تالت دورة ليه. بسم الله ما شاء الله، عايزين نفتح ليه كده ونطمن نشوف الدنيا فيها إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، حط إيدينا كده. أيوه يا جميل يا جميل يا جمال يا جمال، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. أول بيضة، أول بيضة يفقسوها، بسم الله ما شاء الله. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. يمكن دي مفتوحه، يعني البيضه ديت مفتوحه كده مثلا، مثلا يعني بقى لها ساعه. بسم الله ما شاء الله، لسه يا دوبك طالعه من البيضه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ولسه في كمان كام بيضه، في حوالي 6 بيضات. وبسم الله ما شاء الله، شايفين لون البيضه؟ هو ده اللي انا بكلم حضراتكم عليه. تركز كده في لون البيضه، تلاقي البيضه بتلمع تمام ومش شفافه، بتلمع ومش شفافه، ده كده تعرف ان البيضه كده ملقح والبيضه مخصب وزي الفل. بسم الله ما شاء الله. ادي الام والاب اهم، ادي الاب اللي هو الذكر ابو العصفور الكيوت، وادي النتايه اهي. بسم الله ما شاء الله، النتايه الاوفلاين العادي النورمال. بسم الله ما شاء الله. طب انا هقفل عليهم بقى احسن كده، ايه ممكن العصفور ده عشان لسه طالع من البيضه يتضرر ولا حاجه عشان الجو ساقع. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ادي النشاره هي يا جماعه اللي انا حاططها في العش عشان خاطر حبيبنا اللي بيساله وبيقولوا النشاره يعني مش انا حاطط النشاره، النشاره دي بتحافظ على ان البيض يتكون في حته واحده، تمام؟ النشاره محطوطه عشان خاطر البيض يتكون في حته واحده. طب وايه كمان؟ وكمان عشان خاطر الفروخ لما تتفقس وتكبر، النشاره دي بتمتص الرطوبه من الفضلات بتاعت العصافير، فيبقى العش بتاعتك جاف دايما، العش بتاعك دايما جاف ومبيبقاش فيه مشاكل، لان العش اللي بيبقى فيه رطوبه او فيه ميه بيلم حشرات، تمام؟ فاحنا شغالين مع العصافير بتاعتنا واحده واحده والحمد لله رب العالمين، وبنحافظ عليهم واحده واحده، وبنحط لهم الحاجه اللي هي بتساعدهم تطلع انتاج سليم، تمام؟ اهم حاجه تحافظ على الاهالي وتحافظ على الفروخ اللي بتطلع عندك، تمام؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. يلا جميل، باي بقى، يلا ارقاك في حلقه قادمه. بسم الله ما شاء الله. طبعا ما تنسوش يا حبايبي ان احنا لما نيجي نفتح القفص لازم نحط ايدينا كده، دايما دايما لازم نحط ايدينا كده تحت العش واحنا بنفتحه، لحسن زغلول يقع لا قدر الله او بيضه ولا حاجه، واحنا يعني عشان دي روح برضو احنا ايه هنتحاسب ايه عليها، تمام؟ زي الفل زي الفل. يلا بينا نروح الجوز اللي هو الفالو، نشوف بسم الله ما شاء الله، نشوف فاقس قد ايه ونشوف الدنيا معاه فيها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ادي الجوز الفالو، بسم الله ما شاء الله، 3 زغاليل ما شاء الله، اللهم زد وبارك، ربنا يصلح حالنا يا رب ويصلح حاله يا رب. بسم الله ما شاء الله، ده كده تاني عش ليه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، زي الفل ما شاء الله. يا جميل تعال سلم، تعال سلم، انا عارف ان انت بتسلم عليا اهو. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، تعال 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 اهو، تعال 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 يا جميل، انت جميل. بسم الله ما شاء الله، عصافير الفالو عندي هنا احنا هنا ما شاء الله، الله اكبر عليها. بسم الله ما شاء الله، ازيك عامله ايه؟ خلي بالك من صغارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. الفالو وجمال الفالو، الفالو ده يا حبيبنا الكلام لحبيبنا المبتدئين طبعا، الفالو ده من الطفرات الجميله جدا جدا، اللي هي العصفور اللي بيبقى جسمه عليه الوان زي ما حضراتكم شايفين وعليه علامات وتبقى عينيه حمراء، عصفور جميل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، من الطفرات اللي الناس بتحبها واللي فيه اقبال عليها في السوق. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. نقفل بقى عليهم عشان خاطر الجو، وعايزين نبص بصه على العصافير اللي في المطار. بسم الله ما شاء الله، السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ده الفالو، شايفين الفرد اللي بياكل ده؟ ده فرد فالو، ده من الفرخ بتاع الجزء اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، وعندنا كمان حتتين تاني ليه اخوات اهم اهم، ادي حته هناك اهي ورا اهي، دي ادي حته هنا حمرا اهي، وادي الحته التانيه اهي. بسم الله ما شاء الله، ادي كده 3 حتت اللي هم طلعوا في العش الاولاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. بسم الله ما شاء الله، وفي حته انجليزي اهي، زغلول عامل زي ال بسم الله، عامل زي الدبدوب، الزغلول الانجليزي ده عامل زي الدبدوب. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ انا بقيت دبدوب؟ اللهم زد وبارك. طبعا المطار طبعا لازم يكون واسع زي ما حضراتكم شايفين كده، وحاطين فيه مجاسم
بحيث ان العصافير تعرف تاخد راحتها وتطير، لان طبعا حته الطيران ديت للفروخ للعصافير او للشبابات بالذات تبقى حاجه جميله جدا جدا، عشان خاطر الصحه العامه وعشان خاطر نشاط العصفور، عشان العصفور ما يبقاش مكسل. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. طبعا احنا عايزين نحط سيبيا، لان السيبيا عندنا خلصت، فان شاء الله باذن الله لما انزل المحل النهارده هجيب مجموعه سيبيا كده كبيره كده واحط للطيور كلها. السيبيا دي اللي هي عظم الحبار، اللي هو مفيد جدا جدا للعصافير عشان خاطر الكالسيوم وعشان خاطر صحه العصفور العامه. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. يا جماله يا جماله، يا حركاته يا حركاته. ايوه يا عم، ايوه يا عم، العب حديد يا عم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. تربيه العصافير جميله جدا جدا وممتعه ممتعه ممتعه الى ابعد حد. الناس اللي هوايه العصافير وبتحب العصافير وما شاء الله واخده عليها، ما تقدرش تبعد عن العصافير خالص. العصافير دي كائن جميل، كائن رقيق والله العظيم ما شاء الله. على فكره هما شخصيات زينا بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. دبدوب. ايه ده، انا بقيت دبدوب؟ دبدوب. انا سميت عصفور الدبدوب ده. بسم الله ما شاء الله. دبدوب، بص الفالو، الفالو دول حتتين فالو اللي جنب العصفور الانجليزي دول. بسم الله ما شاء الله عليهم. العصفور الانجليزي ده مو بص يمسك، ممكن يمسك اي حد هنا هو في المطار يضربه. بسم الله ما شاء الله عليه، صحه ما شاء الله، بس قلبه لسه خفيف. بص بص بيتضرب من اي حد ازاي، عشان لسه لسه طفل. انت لما تكبر بص بص هتفتري عليهم. انا عارف انت ما شاء الله حجمك، بسم الله ما شاء الله قد اتنين من دول. بسم الله ما شاء الله، بس هي مش حجم، هي قلب. ماشي، عايزك تسد حيلك كده عشان تاخد حقك. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ احنا بقالنا كتير ما صورناش معاكم من ساعه ما جبناكم. بسم الله ما شاء الله، ده جزء الفولا للتاني، الذكر اهو. بسم الله ما شاء الله، اللي هو الاسبانجل، لون جميل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، وادي النتايه جوه العش، النتايه الالبينو. اطلع يا جميل، ايوه كده، اطلع يا جميل في الساحه وتنطر كده بالراحه. ايوه، ازيك، اثبتي بقى، اثبتي بقى. اي بسم الله ما شاء الله، عامله ايه؟ النتايه دي على فكره بكتف واحد، الكتف اللي ناحيتنا بس، لما الكتف التاني ده ما فيهوش فلل. تمام، ربنا ان شاء الله يرزقنا منهم خير. هي بدات تخش العش اصلا، والحمد لله بفضل الله في منهم وبين بعض يعني ايه، في الفه كده، فان شاء الله ربنا يرزقنا منهم خير ان شاء الله. ايه بقى؟ انا عارف ان انت هتبقى جدع واجدع من مرزوق، عشان مرزوق اصلا يعني هو عاملها معانا، فان شاء الله خير. دايما احنا حاطين على مرزوق ده. جدع بقى انت، شد حيلك كده، يلا عايز اشوف انا زغليل الفوله اللي انا. يلا بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. طبعا الفلل دي يعني تنويه كده او نبذه كده عن الفلل، الفلل دي كان من اول نزلت مصر كان غاليه جدا جدا، وكان بولوفات، الجزء كان بولوفات مؤلفه. طبعا بما ان احنا يعني مجتهدين وناس نصحى في الفرخ كلنا، فان شاء الله امسكنا الفلل دي، قعدنا نفرخ فيها لحد ما الفلل بقت اكتر من عصافير النورمال العادي، بقت راح سعرها نزل، سعرها نزل جدا جدا جدا، من اولوفات دلوقتي بقت بميات. ان شاء الله خيرا، وان شاء الله الكل يستفيد. دي حاجه بتدل ان احنا كمان بنعرف ننتج كويس، ولما بنمسك حاجه ان شاء الله ما شاء الله بنعرف نوقعها في السوق. بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. ان شاء الله خيرا، وان شاء الله ربنا يكرم الجميع ويبقى موسم فرخ على الجميع كويس ان شاء الله وخير. واهتموا بعصافيركم، واهتموا جدا 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 بالازواج الكبيره، عشان هي ديت المصدر الاساسي للفرخ. تمام، تحياتي ليكم، وان حبكم جميعا في الله. ولو حضرتك اول مره تتفرج علينا على اليوتيوب، يا ريت تنزل تحت تشرفنا باشتراكك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو حضرتك عجبك الفيديو، يا ريت تنزل تحت تعمل اعجاب وتعمل مشاركه للفيديو عشان غيرك يستفيد. تحياتي ليكم، وان حبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاحترام هو اجمل هديه يقدمها الانسان للناس. الادب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب من تربى عليه. ليس الفقير من فقد الذهب، إنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. ليس عيبا
فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا. دنيا زائلة وكلنا راحلون. دنيا زائلة.